أول شيء أنا حاب أتشكرك وأتشكر اللايفات الملحدين اللي تبثوها، لأنه هذا الشيء إحنا كمسلمين إحنا من علامات القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر إنه الإسلام ينتهي، فهذا الشيء يعني مو غلط إن الرجال لا تجاهدون أنتم بهذا الشيء، يعني لا تكثروا من اللايفات ليل نهار، لأنه الإسلام راح يجي يوم ممكن ينتهي فيه، وهذا الشيء ما يضرنا يعني يعني انتوا ولا هتبقوا يجوز. سعداء لما الاسلام ينتهي، عشان دي يبقى كده نبوة النبي تحققت. لماذا لا تهدمون المساجد اذا بانفسكم؟ مو احنا اللي نهدمها، بس هي ممكن يعني هاي تلقائيا راح تجي من اخي سلك اغلقوا الكون المساجد وينتهي الاسلام واكفروا بالله جميعا وينتهي الاسلام ممكن وتتحقق يصير هذا نبوة الشيء، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن هذا الشيء يصير، بس مو على ايدي انا يعني. ممكن ناس تعمله سواء المسلمين او غير المسلمين، راح ينتهي الاسلام وراح تحقق نبوة النبي، وبالتالي هذا الاسلام معناته دين حق. فانتوا ليش مجاهدين ليل نهار ضد الاسلام؟ هذا الشيء ما افهمه انا. احنا فالاسلام ما لا احناش يدخلون. مؤمنين بنبوة النبي ديت، احنا لازم نشد حيلنا عشان خاطر مش ما عندناش نبوة النبي ديت. يلا شدوا حالكم، بارك الله بكم، مشكورين، لانه انا اتشكركم على جهودكم هاي اللي احنا بدنا اياها يعني العفو يا كمسلمين. عزيز. انا ما راح اترك الاسلام، بس بجوز الاجيال الجايه ممكن ينتهي الاسلام، بس لو انتهى الاسلام فرضا، ها وهذا طبعا صعب بالوقت الحاضر على ايدكم يعني، ممكن الاجيال، لانه قاعده، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعه الا على شرار الناس. في احاديث كثيره بالموضوع هذا اللي هو يدل انه الاسلام راح يجي يوم وينتهي فيه.